بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، فله الحمد وله الشكر، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عيد الفطر أحكامه وآدابه. بزهر أساتشن يمن النقاقر ويمي هنو يعيد الفطر هققاتوش يتلايو يعني نتبوش هلو النسون ان ملكته ان شاء الله سرعاتوچن مننا يلن اندان ادابوچ كعيد قايت يازو احكاموچ ويم ادابوچ قالو انسن مننا يلن. هذا عيدنا اهل الاسلام، تقبل الله منا ومنكم. اللهم الكام سرعاتچن يقبلننا هولاچنم يهنو عيداچن. عيد الفطر مقربن ويم دمو مغباتن بماس ملكت الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين بالسعادة والعزة والخير والبركات والمجدة والمجد والعودة الحقة إلى دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام دستا ودليو دستاتشو ولنبرو بتلك أننا نيبلاينت لخيراتنا لبركات يدلاتشو ونتنيا ودين من ملسنم يمين ملسو إن شاء الله هندي أدرقن ما تصنع الله. يا إيمان واندمنها توتشي مسلم وتشوي بزيها قات عمي كعيد قايت يازو شريعة ويدن الدقاقي وتشالونا عبادانو مسؤوم عبادان دهونو هلو مافتر عبادانو النا كزي قايت يازو نقر وتشن أندان أدا وتشن أحكام وتشن مايت وددكوين. طبعا يا رمضان ور ويميتين يوم ور مقبعنا موت أتو مير رقاقت البيت مير رقاقت أو ويمدمو يميهونو بهولت من قدنا عندن يوم يهزتن يوم كأن مشت نقى سلاسة ما قستو بما قستو سلاسة ميهونو بيت مشت مالتنا لاي جاركا موت أتو بهزتن يوم كأن ما تالي التايال جاركا كوتاج ميكتل ور قبتو هال إيهن يوم بهزتن كأن تتناك وعلي مالتنا نقر قن كالتايج جاركا يازن ور سلاسة يمولانا كزامي كتلو عندي هنا المالتنا هنا بما اسملكت رسول عليه الصلاة والسلام صحيبه ونو حديث لي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته بلا جاركا ستملكتوا أفطروا جاركا كاياتو صوموا جاركا ستايو ما أفطروا فإن غم عليكم كتشفن باتشو كتقارد ومكالتاياتشو فأكملوا العدة 30 يازاتشون تنور سلاسة كنكوترا مولو تالو رسول عليه الصلاة والسلام سلازي عيد مهنو بهزتنن يوكن ما تالي كترقاقت زاريك أنو هزتن تتناكو مغرب سيقابانا وميتايو ميتاوكو نقا عيدنا وكتبالة جمرو يعيد سرعاتوش يكترالو. الله سبحانه وتعالى سلا صيام سياورا من على ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يتوسنون بكانات يتكترو يصوم قذاتو تشل التاتناككونا كذابوا على لزيه درجة سلا بكاتو الله للتالكوت للتاتلكوت سلا لا عيد مهنو كتاوك أساعة جمرو منن يوم مسلمي تبك بك من دنو تكبيرا مالتنو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبيرا من ملكتاته هلون مسلمنا وندونم سيتونم تنشونم تلقونم طبعا وندوك دمس أتشون كف يادر قالو عبد الله بن عمر يادر قون دنبر من إلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير تكبيرنا تهليل اياد الرقود مساتشون كفا درقو ايوتو نبار الان والحديث صحيح بشواهده وعن نافع أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى من لنا النافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم الفطر طوات لا يسيوى تاود عيد صلاة بوتا يوم عيد الفطر أن عيد الأضحى لي مصلى صلاة عيد صلاة مسجد أو سفر أسكي درس الزابوتا أسكي درس درس دمس كفا درقو تكبير أي النبار لان كذا إمام ذاكر الرسب وهلا إمامه متو صلاة اسكي جمر درس تكبير أي لان فيكبر تكبيرا بتكبيره يهي يتنققوا صيغة وتشالوا طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيام التشريق يلو ينبروا تكبيرا نبرا أنه مشروع هنا الله أكبر الله أكبر ولقزي لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ليلتم أين الصيغة وتشالوا تكبيرنا مطلقنا آية دركم كفتنا قلن بها صحابة وتش نقر يتقنيو يتكبير أين توجعلو الزلاي ما استوالي اللي بن تكبير بجي بقارة جمس ما درك سنة إلى اللي بدعانو كنبي صلى الله عليه وسلم يمهم كصحابة وتشعل تقنيو إن عبد الله بن عمر ناليتو صحابة وتش يعيد الأضحى قزي تكبير مينا ليسيلو سويتش النسون تكبير سمتو إلى اللي مالت عبرو إلى اللي مالت سهم مجمرا تشونسي سهم هلو ميراسون يكتر علي جمرا كذا بقى تجد أطمع عند دمس بمتاع مقصود سايهون ويمساي تاسب كونه تجري اليوم تاسب وبتقول عنده يا وتع ليلة ويك التلاميذ سنة أيضا لهم كذا كطلوا من دنا متبكوا لصلاة العيد مزجاجتنا زوجتون ليتنا مدرجوا راسن بمعصلاتنا طرو لبس بملبس بمتعطب زوجت ما درجنا إمام مالك موطعة كتابة شولاء عن نافع ماذا يقول أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى وهذا إسناد صحيح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم الفطر ودامس قجوب تاكمه دو بفيت يتات ابن برقلاهون إلان ابن القيم رحمه الله من إلاله ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه عبد الله بن عمر يا رسول صلى الله عليه وسلم اجق فلق بمكتل بتعم يتاوق صحابينا كالسنة رقاقت أو النبي صلى الله عليه وسلم فلك تكتلوا لم يسروا سناتهم بطعم بمكتل كهلهم ليتي على صحابنا رضي الله عنه عندما يتوقع عند العلماء كما وطعت وفيت يتاتى بنبري يهي رسول صلى الله عليه وسلم فلك الناس ونامهنون ياسر الدهال النزيهم دقمو مرت لبس لبسو يوتى نبرا رسول صلى الله عليه وسلم لعيد يهونا ملكام مرت لبسو يزقى جواتشو عند نبرا ببزو حديث تقلسوا سلازي تقرو لبس يلبسال تقرو لبس السنل ملكا من يامر لبس عديس لبس كتغنية تقرو قال هنا قل يالاون لبس عطبو نسوه مهون على لبت وندوت شتو مكباتي ودد الله تشوال ويمي مرت الله تشوال سيتوش قل شتو مكبات عيفكر الله تشوال تقرو لبس ملبس على لبات تشو سيبال وندوت كاكورتشم جميت بتات يورد لبس ملبس عيفكر الله تشوال سيتوش تباب لبس ميامر لبس سس لبس ملبس اي فكر اللاتشون نورمال لبساتشون كسر كلبسو بوهلا شريعو يفكر اللاتشون ياس قدداتشون جلباب كلاي ملبس ينور باتشون فيتاتشون شفنو ملاكالاتشون شفنو دمساتشون زك قادرقو تكبيرا يلالو كذا بوهلا ودى صلاة العيد لمهيد لمقواز بأجر بتعطو وطو بقزي مقينيتنا مقواز يتمرتنو بترانسبورت كمهيد لا بأجر مقواز يتمرد أن ملكمنا يهي نبي صلى الله عليه وسلم سنان علي بن أبي طالب من إلال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا يعيد كان بأجر مقواز ودى مسجد سفرة سنان يهي نويا سيملس بلي لا من قد نملسم سنان يهي كنبي صلى الله عليه وسلم يتقين كما في البخاري في حديث جابر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق يعيد كنسي هون من قداتهم كأيرا يملس هلو باندو من قد كهدو بليلا من قد يملس نبار رسول عليه الصلاة والسلام عيد مستقر ومتشين وكتب على صحي كوتات قزي جمرونه أذاننا إقامة يلم أذانا يبالم إقامة يبالم هلت ركعانه
يمجمر ركعة سبعة تكبيران يالو هلتنيا ركعة أمس جزينة وتكبيرة ميدرقة إمامو يمجمر ركعة لي سبعة تكبيران بيالو هلتنيا أمستنو بهلت ركعة لي بمجمر ركعة فاتحان كقرابه على سورة الأعلى مقرات سنانو لإمامو هلتنيا ركعة فاتحان كقرابه على سورة الغاشية ويم سورة قافنا سورة القمر يمسى السلط كذابو هلا خطبو كصلاة بهالا نمي هنا كصلاة بفيت مدرج بدعانا لصلاة العيد هلهم سويت موتاتين وربات شال سيتم وندم يورا ببا يالبات سيتم ساتكر نفاس لا يالتم سيتم ساتكر هلهم يوتعلو كنبياتين صلى الله عليه وسلم عند تقين يوم عالتنا صحابوت من أم عطية رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم من تلالت أمرنا أن نخرج هلاتنا من العيد صلاة اندن وتات هزنال فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور أي المرأة التي لم تتزوج فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم من تلالج هلاتنا من صلاة العيد اندن وتات هزنال يورا بابا اللباتم ساتكر لجا قررتم سايكرو قانا يلا قبو سيتتم سايكرو أبيت تربك أو مكمت اللباتم سيتتم سايكرو هسانات هلهم يوتعلو حيث يلباتشو سيتوش مسجد يسفر عليكوش بلو صلاتاتشو سيأكنا ونو حيث يلباتشو رقمو كمسجد يسفر راك بلو يكمتونا يمسلمون شون دعاء يساتفعلو تلالك رضي الله عنها سلزي سنوي هنا طيب كزيقات هايزو يعيدوك أن كجمعة قاك قد تمام دلنا ميدرقو كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بسند جيد وله شواهد كثيرة عبد الله بن عباس من هلال اجتمع عيداني في يومكم هذا للرسول صلى الله عليه وسلم يوم يعني عيد كان كجمعة كان قاسي قتم هلت عيدوك باندك أنت سباس بوال فمن شاء أجزاه من الجمعة يفلقسه كجمعة يبقى أكاوالالو بمعنى عيد كسجد بجمعة جمعة مسجد قديتين وربتم وإنا مجمعون إن شاء الله إن يقن هلتنم انسقران جمعة انسقران لنالو طيب من دلنا ما ترقى اللبت جمعة قديتين هون ببتم مالت من ما يسجد ما نتال إلا ميلا لبزوع لما وش إلا ميلا من دنا ميدرجة ظهري سجدة مسجد يمتى مسجد الجمعة كتسجدة الجمعة بروتي أبروتش أي سجدة كل هنا جن ظهر مسجد ينور بتان تقبل الله منا ومنكم أو ومنك إلو نبر صحابة وترس برسات وسجنا نيو كما روي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل بإسناد جيد كزوجي يهين كالبو حالا ليلو تشعيد كالاتو تشمبيتك كان بدعي لهنو تشقر يلو بزيد استاكن مدسات يفكرهن شريعاوي تشعوتاوت مادرق يتفكرهنو متنكك يالبن عندان نقروتشن ما ساسب فلقه اللي بمجرش علي كم يفترو ستتوت ويم حرام بلقيتوش مكاكل عندو يوم العيد خصصو هيدوغ لك أبر زيارة يعني مكان ليتو مادرق يهي تككلا للم سنة إللم ليلو وندوش سوابو سيمات شون لعيد بلو ملاج أتنا مكركم هل قزي حرامنا ونبي عليه الصلاة والسلام يكالكالو تنقر لعيد من يهون كعيد قدشي ليلو وندن وندوش بعد يهونو سيتوشن مجبت إيهي حرامنا سيتوشن بتكارانو إيهي تكالكالي مهونون لناك القبل كما جاء في الحديث الصحيح كما في معجم الكبير للطبراني وغيره من قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له نبي عليه الصلاة والسلام عندكم بعد يهونك ما تفكر إلا تنسيت كم يجبت جنك اللاتهم بوسفه بمتا يشارع يقول لهم مكبارنا والببن جبتوا كم يقن يوانجل كم يكتربت قطعات يزيه قطعات النهمة ميقلال مالتنا ليلة ما باكن يهم إسراف تبذير حرامنا متنقق على لبن موسيقى حرامنا متنقق على لبن الله إن من نامس الجنبات نجي من ولد جلبات مهني اللبات عندنا لسه بكمار مياس على فال كمار متجاوت حرامنا أي فكر الله عز وجل بزي قد لا لم فراوي يكبر ليلة ما ساس مفلقوا من دنا كصلاة العيد قابت هذا مسجلو كمسجد وجهكم هنا ميد علي قبل أيام يبان لقري اللهم سو كذي درسالو كتشيلالو إمام مسكيمة أي طبق علو مسجد استكهونا جن قبلية يسج تحية المسجد عفوا تحية المسجد يسجلها صلاة العيد جاية تعازة قبلية كعيد صلاة بفيتم يهم بوهالا مسجد من النجر يلم للوتشن حرام مش نجروش بمتنكك حلال بتشان مسرات قديتها تشن بمواتات الله اللي مفرق بل لو سو
عيد كان صلاة الجماعة كل ليلة يهيت كل لنا اللهم مسكن ينور ربنا عيدكو مصوم حرام تدربال لمن الله مننا مسجنبت من الدستبت جزيس لهنا مصوم يتكلك لنا كما قال الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يعيد كان يصومه فقد عصى أبي القاسم نبينا عليه الصلاة والسلام تكارنا أنه يعلم سلزيهم كل كنا لنتلك قبل الله سبحانه وتعالى بسمانه وتتكى ميشا درقن عيدات شنن يتقوى يا عبادة الله يبلت أمنا مسجنبتنا لآخرات شن ولت دستان من شمتبت عيد يرقلن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك